تعال نروح على شخصية ملهمة جدا، محمد عمر. محمد عمر صديقنا العزيز عنده ضعف سمع، إلا أنه ما شافش أنه الموضوع ده يحول دون أنه يحب الموسيقى، بل ويمارس هوايته وشغفه في أنه يلعب مزيكا حقيقي، بكلمك بجد. فيجي محمد يقرر أنه يلعب أورج ويشتغل على نفسه ويتمرن ويعزف ويملأ العالم موسيقى. خد بالك، اللي خلق بيتهوفن يخلق لنا محمد عمر ويخلق لنا غيره، أمال ليه؟ والموهبة مفيش حد أبدا هيعرف يفرملها، هي المسألة كلها إنه يبقى فيه إرادة، وإذا كان في السن الصغير يبقى فيه أهل عايزين عيالهم دايما أحسن. عشان كده الواحد يحيي أهله ونحييه، لأنه هو كمان عنده إرادة وعنده إصرار ومثابرة. هو اتولد بضعف في السمع فالتحق بمدرسة السمع، بس كده يعني هنتعلم الكلام وهنتعلم الحاجة ونخش بعد كده المدرسة وما إلى ذلك، بس لا، هوايتي شغفي بحب إيه. خلينا نشوف التقرير ده ونرجع نكمل الكلام. اتعلم الموسيقى في مدرسة الصم ضعف السمع مع أستاذ محمد. أول لما محمد راح المدرسة خدوا بيعلمه على الموسيقى، فلقاه كويس ماشي معاه، فراح بدأ من هنا بقى، قال لنا بقى جيب له أورج في البيت، وبدأ يدينا بقى حاجات وكده اللي هو يتعلم، يديله حاجات ويجي يعملها في البيت. اللي هو السماعة اللي هو لابسها، وفين وفين لما بنعرف نجيب السماعة والحجارة، ولما يجي يتعامل بالإشارة يشوفوا الناس مستغربين اللي دوت ازاي بيتعامل ازاي وازاي بيتكلم كده. تعبنا كتير عقبال ما انا فهمته اللي ده عادي، انت اكيد فيك حاجة مختلفة وفيك حاجة ربنا شايفك فيها احسن. محمد بني آدم عادي، هو بيسمع بالسماعة ودي حاجة بتاعت ربنا، بس هو السماعة هي اللي بتخليه يسمع، ان هو نسبة السمع عنده 15% بس، فمحتاج سماعة قوية ان هو يحاول يسمع كويس. محمد ما كانش بيتكلم، اللي نماها المدرسة، هو طموحاته ان هو عايز يبقى بني آدم كويس عشان يعرف يعيش وسط الناس. ثانوي ضعف السمع اللي هي مدرسة الوفاء والأمل جايب 91%، هيخش ان شاء الله كلية فنية تربية فنية على اساس يطلع مدرس بعد 4 سنين. محمد نفسه ان شاء الله عايز يقابل الرئيس وبيقول انا نفسي اسلم عليه.